لحد وقت قريب جدا كان الناس مفكرين ان اكبر قوة استعبدت السود في التاريخ كانت امريكا، لكن اكتشفوا ان نهاية امريكا كانت استعبدت 4 مليون افريقي. احنا بقى كمسلمين لما احتلنا افريقيا استعبدنا قد ايه؟ اللي بيعناهم بس من افريقيا للهند المسلمة وطلعناهم بقى لجميع الامصار الاسلامية كانوا 17 مليون عبد. في العالم القديم 17 مليون ده يعني انت تعتبر انت بتتكلم في مثلا ربع قارة افريقيا. في مقولة مشهورة جدا لعمر بن الخطاب بيقول فيها بقى ايه؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احد. عايز تعرف متى استعبدتم الناس؟ استعبدتهم لما غزتوا على بني المصطلق وخدتوا نسائهم وولادهم وبعتوهم ونمتوا مع نسوانهم، لما سبيتوا بنات واطفال بني قريظة وبعتوهم استعبدتوهم. ما انت كنت هناك يا عمر. استعبدتهم لما انت نفسك كان في بيتك جواري وعبيد. محمد مات وهو عنده 4 جواري وعنده حوالي 13 عبد ورثهم لأهله. عثمان بن عفان كان عنده ما يقرب من 1000 من العبيد والجواري. خش بقى، مش عايز اجيب لك بقى استعبدتم الناس بقى بعد كده. استعبدتم الناس لما الامويين بقوا ابتدوا يبنوا بقى الحريم والجواري وهكذا. استعبدتم الناس لما هارون الرشيد كان بيجيب بملايين من العبيد من افريقيا ومن كل مكان، وكان له الالاف من الجواري. استعبدتم الناس لما دخلتوا افريقيا، استعبدتوا بنات الامازيغ، استعبدتوا بنات القوط من اسبانيا. لما فتحوا الاندلس رجعوا ب30 ألف عذراء من بنات القوط، من نبلاء القوط. تخيل انت كده لما يجوا ناس عندك انت بلدك الاسلامية وياخدوا 30 ألف عذراء عشان خاطر يتسروا بيهم في اوروبا، كنت هتصرخ وتملى الدنيا صريخا. لكن انت لما تعمل ده يبقى فتح من الله ونصر قريب. وتيجي بعد كل ده وتقول لما اصل القرآن برضو كان بيمهد الطريق وما كانش عند. طب هو يعني لما حد جه زي ابراهام لينكولن علشان يحرر العبيد ما قالش لا ما ينفعش نحرر العبيد عشان برضو الأزمة الاقتصادية وما ينفع. ده إبراهام لينكولن قاد جيش من البيض ليقاتل جيش آخر من البيض في الجنوب الأمريكي عشان يحرر العبيد. مش كان أولى بخير الخلق أجمعين إن هو اللي يبدأ المبادرة دي؟ مش كان أولى بالعالم الإسلامي اللي جاء بقى يعني يخرج الناس من الظلمات إلى النور إن هو ياخد هذه المبادرة؟ ازاي انت تحرم الميته ودم لحم الخنزير والدم وتسيب اهم شيء اللي هي حريه الانسان؟ الانسان يباع ويشترى. لا ومش كده بس، ده انت تمارسه انت كمان، انت تسبي انت كمان، انت تنام مع اللي انت سابتهم انت كمان. انت كده ارسيت قواعد ان ده انت وانت بتموت او انت في خطبه الوداع بتقول اليوم اكملت لكم دينكم. المسلمين استعبدوا قد ايه والعالم كله استعبد قد ايه؟ الكتاب ده بيكتشف ايه بقى؟ إن كل من تم استعبادهم في التاريخ من أيام الفراعنة لحد الاستعمار الأوروبي إن كل دول مجتمعين أقل من اللي استعبدوهم المسلمين في فترة الخلافات المختلفة. شفت بقى إحنا يعني سباقين في إيه؟ في استعباد البشرية. محدش استعبد البشرية قدنا. متى نعتذر؟ هل كان فيه جيش اسلامي طلع مره عشان يحرر عبيد؟ باسم الانسانيه والبشريه بقى وكنتم خير ملوخيه اخرجت للناس. مش كان المفروض اولى بينا ما دام احنا خير ملوخيه اخرجت للناس ان احنا نروح نحرر العبيد؟ ابدا، احنا اكثر ناس في البشريه استعبدوا بشر. يا للخزي. وانت تيجي بقى تذكر امريكا بالعبوديه. يعني لحد الثلاثينات يعني القرن العشرين 1930 كان في اسواق نخاسه في السعوديه، لحد من اول امبارح كان في اسواق نخاسه في موريتانيا. اللي بتعمله داعش ده مش جاي من احنا بنبص لما داعش بتعمل سوق نخاسه ان ده كارثه. لا لا يا حبيبي، اللي داعش بتعمله ده واللي في ليبيا كانوا اللي كانوا بيبيعوا العبيد في ليبيا من كام يوم ده كله تاريخ لم يتوقف من ساعه محمد حتى الان.